بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره وعلانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا لكل هدى وفضل وخير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. قال الله جل وعلا: ولقد علمت الجن، أي الجن علموا باليقين وبما ثبت حتى في أخبارهم وأسلافهم أنهم قادمون إلى رب عظيم. كل نفس ذائقة الموت. ثم يسألون عند الله جل وعلا عن الصغير والكبير، يسألون عند الله جل وعلا عما قدموا من خير أو شر. وقد تبين من الجلسة الأولى بفضل الله تعالى الماضية أن سبب التمرير والتعطيل يرجع إلى أسحار وحسد صنعت للبيت وصنعت لهذه الأم. فسكن البدن الجن والشياطين يمرضون ويعذبون ويعطلون. سكنوا بفعل حاقدة حاسدة ساحرة، جاءوا كي يجعلوا في بدنها الهم والأحزان، وفي أبنائها كذلك، وفي بناتها الهموم والأحزان. جاءوا بمكر عظيم، تستروا داخلها أكثر من 34 سنة مدة الزواج. سكنوا هذا البدن سنة طويلة وعقود عديدة، وهي تعذب في عظامها وأعصابها، وهي تعذب في قلبها وصدرها، تعذب في زواجها، ثم الآن في أبنائها وذريتها. وتبين بفضل المولى جل وعلا بفضل الله الكريم سبحانه جل في علا أن من جاوي البدن منهم من أسلم بعدما تابعنا الجلسة الأولى بفضل الله تعالى، وكان الحسد وقعه عظيم على من سكن من الحياة، فجاءوا إلى الله تعالى أفواجا من الإسلام والإيمان، بل منهم من كان يؤذيها أذية بالغة بعد فوات زوجها حتى بالتهيج والشهوات. وهذه من أعمال الخبث والمكر والخديعة للأباس والشياطين، لأنها كانت تقضي ليلها في الذكر والعبادة، فهم يصرفوها بالشهوات حتى تحارب شيئا يحركها، يفتنها، يؤذيها، يعذبها. فأسلموا لله تعالى، ومن من خرج طواعية للمولى جل وعلا. وهذه منة وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، بل وجاءت المسرات والخيرات بفضل الله رب الأرض والسماوات بعدما اعترفوا أنهم كانوا أسباب التعطيل للأبناء والبنات
بين الجلسة الأولى والثانية تقدم فضل من تقدم لخدمة إحدى البنات، وهذه بذلك المشريات، فلله الحمد والمنة. فنواصل السعي بإذن الله جل وعلا والسير، وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل إنسان وجن الملهمين مسلمين موفقين مباركين أينما كنا، فإلى كل حياة، إلى كل جنية، إلى كل جان، إلى كل ما سكن البدن وفي الأبدان من أصلها وفرعها من فروع على فروعها لأبنائها وبناتها، أن توقف التعذيب والتعطيل طاعة لله تعالى، أن توقف أذيتها، أن توقف الأسعار التي سحرت في بيتها، في بيتها أسحار كثيرة جدا، أسحار كثيرة جدا في بيتها، هي أسحار كثيرة في البيت القديم الأول الذي أنشئ وأسس وزين وجمل بأثاثه وديكوراته وأبوابه وأعتابه ومرافقه بفضل الله تعالى، تلك الأسحار في غرفه ومرافقه، تلك الأسحار التي مع الجن والشياطين والأبانسة التي تحرك الأثاث والأغراض، التي تطرق الأبواب بالليل وبالنهار، تلك الأسحار التي جاءت من كبار الجن والشياطين، وأنتم من خدام وحراس وأوان عليها، فأنيبوا إلى الله سبحانه وتعالى. إليك أنت أيها الكبير، يا من تعلق الشهوة وتهيجها، يا من تفتنها وتعذبها، إليك أنت أيها الكبير على جسدها وروحها ونفسها وعشقها وحبها وقلبها. أيها الشيطان، من ذبحت لك؟ من عقدت لك؟ ومن دفنت لك؟ أيها الإبليسي الناري الشيطان، أيها العاشق، أيها الشهواني الناري، أيها الشيطان، أتسمع؟ أتسمع؟ لقد أسأل الله تعالى من معك من الحياة والأفاعي والثعابين، أسأل الله جل وعلا من معك، جعل الله تعالى تائبين منيبين لله تعالى خاضعين راجعين ساجدين، أنت ومن معك. أتسمع؟ أتسمع؟ أخذت جمالها، أتسمع؟ أخذت قوامها، أتسمع؟ أخذت علمها، نورها، فهمها، ذكاءها، أتسمع؟ أخذت مالها، بركتها، عيادها، أتسمع؟ أخذت أفراحها، أتسمع؟ أيها الإبليسي في الرأس الكبير، أيها الإبليسي في الرأس، يا من تسكن الرأس، ملك السحر وإبليس السحر والسحرة الكبير على الرأس، تسمع؟ إبليس في الرأس وعلى 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 الرأس، تسمع؟ بسم الله نبدا، ستك حصونك التي في الرأس، وتيجانك التي في الرأس، وعقدك التي في الرأس، وأسحارك التي في الرأس، لن ترحمها الشاب ولن ترحمها الأهل، لن ترحمها ما رحمتها، لن ترحمها في يوم من الأيام ما رحمتها، ما رحمتها، ما رحمتها، جبار عليها، عنيدا عليها، قويا عليها، محاربا عليها، كافرا عليها، فاحشا متفحشا عليها، معطلا مدمرا عليها، مزلزلا مشتتا عليها، مؤسسا عليها، اسمع، كنت قويا بحياتك ومن معك، ثم امضي باذن الله جل وعلا ما في الراس، ثم من في البطن والرحم، وبفضل الله تعالى بعد الجلسه الاولى، بفضل الله تعالى الى الان طرق الباب من أراد استعراج من ابنتها، إحدى بناتها، يعطيك دلالة على قوتهم وعنادهم وضدهم،
حربهم وكفرهم وحقدهم وغلهم وضغينتهم ومكرهم وإفراطهم وسحرهم نرمي بإذن الله جل وعلا ونصبر على ما آذيتمونا. نرمي بإذن الله جل وعلا نحارب نقاتلك طرف فجر الصحراء. فالأصحاب حين تجدد تقوى وتكثر تصبح للشياطين مسالة الحرب ومكر الحرب وشدة الحرب وعناد الكفر والحرب والتملك بالندية والضد أو بالعشق والحب أو بالرتب السحرية النارية. فلنسمع جميعا بإذن الله جل وعلا ولنعلم أن رب عظيم به نار والقائم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فتأملها يرحمك الله ولكن الله رمى. مات إلى سد يرحمك الله ولكن الله رمى. قاتلت نعم ولكن الله رمى. نصرت نعم وفقت نعم لكن الله رمح. تفقاها واعلمها حتى غنم. فليكن من اسلم يعلم قول الله لكن الله رمح. فليكن من اسلم لله تعالى يعلم قول الله ولكن الله رمح. فما رميت اذ رميت ولكن الله رمح. فهنيئا لكم معشر الجن هنيئا لمن جاء الى الله جل وعلا فاسلموا لله تعالى. هنيئا لكم يعلموا قول الله وما رميت اذ رميت ولكن الله رماه. ام وقبل ان تكون ام كانت زوجها اوذيت في زوج في زواج في ايام الرسل والحفل والزواج والايات المسلمه مع الزوج والزواج أوذيت في جماله مع زوجه في الزواج أوذيت الآيات أوذيت المناسبات أوذيت الأفراح أوذيت البيت مع الأقارب والقريبات. كلما طال أنا حسدا حقدا غيظا مكرا خديعة لذيذة همسا غمسا لمزا كلاما على نعمه عن نعم الله التي عليها بالثرى والتوالى في مالها في سفرها في زوجها ثم في حاملها وأبنائها ثم في أملاكها ثم في بيتها ثم في خيرها ثم في حريها في جمالها ثم في صدقها وإحسانها ثم في برها بأمها بإخوتها ثم جاءت عمرات وغضات وفجرات حسن عظيم وأصحاب تتوالى عليها وعلى بيتها. هذا في بئر وهذا في بحر هذا في جب وهذا في حائط وهذا في عذرة وهذا في باب وهذا في طعام وهذا في شراب وهذا في جدار وهذا في سقف وهذا في حيطان هذا في أثاث هذا في نبات هذا في أشجار هذا في أحجار هذا وهذا 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 والجن تتكالب عليها في بيتها. فأصبح البيت مثقلا بالهموم والأحزان والأكدار مثقلا بالمصائب والحوادث مثقلا بالبعد والجفاء مثقلا وتطير كل سحر خدام وحط اصواعها وفشتموا على البيت بيعوا ظلمه وسواد قبرا قبر في بيتها حتى في بيت اخر. كلما تعرضت الى بيت الا وجدت الجن يترقبها يتوصلها ينتظر ويقلبها يشهد ويعذبها يسجن ويحبس ويعقلها ينفث يسحر عليها في ليلها في نهارها في زوجها حتى في ابنائها وفي بناتها. فاصبحت لا ترى خيرا ولا ترى سعاده ولا تنعم نعم تفرى من الله جل وعلا وهذا حالكم معشر الجن أليس كذلك؟ بل هو كذلك. فاسمعوا قول الله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. سبحانه جل في علاه وما رميت أيها المعاد وما رميت أيها المريض وما رميت أيها جني ما رميت وما رميت أيها المسلم كل ما رميه كل رميه الا وتوثق وتسدد به فضل الله تعالى. الحمد لله رب العالمين وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى.
واسمع من سكنوا بدنها وهم الآن معها منهم من أحبتها فكانت تقرب الخير حمسا سرا خفية لها ومنهم من دمعت وخشعت لآلامها وأحزانها وتقلب إليها وأيامها وأيامها لكن ما استطاعت تقدم شيئا بقوة ومنهم من كان يطوف لبني كاتب تاجر إلا أنه جيرة على الطائع تاجر فاستمر إلا وخرج من الخرج ولا زال إسلاما لا زال والكفر كذلك لا زال عليهم يسير في بلد المواصل بإذن الله جل وعلا الساعية حتى نرى الكل على طريق واحد وهو الخير أسأل الله الحي القيوم استعملنا جميعا إنسا وجنا قل آمين ولا يستبدلنا آمين يا باغي الخير يا باغي الخير أقبل يا باغي الخير أقبل يا من رأيتها في الأقدار والأحسان على الخير أقبل يا من طالعت فرأيت في القلب طيبة في الأخلاق طيبة يا باغي الخير أقبل يا من رأيت في اليدين انفاق سخاء على الخير أقبل في الخير أقبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها آمنوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها أسلموا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها آمنوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها أسلموا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها لا إله إلا الله
تحرر الحيات
عظيم قيدها سيح 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 عظيم قيدها ساح 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 عليم قيدها إبليس 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 سحر عظيم شمالك حرر شمالك حرر حياة 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 أسلم لله حياة 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 أسلم لله بسم الله بسم الله تحل قيودهم بسم الله بسم الله تحل القيود بسم الله 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 بسم الله بسم الله تحل القيود الكاتب قيود الكاتب قيود الكاتب قيود تحل بسم الله بالعقد في الكاتب قيود بالإبر في الكاتب قيود تحل بسم الله بالمسامير في الكاتب قيود تحل بسم الله بالأسحار والعقد في الكاتب قيود تحل بسم الله على الإنس والجان قيود على الإنس والجان قيود على الإنس والجان قيود على الإنس والجان على الإنس والجان على الإنس والجان قيود على الإنس والجان 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 قيود على الإنس والجان قيود في شمال بسم الله تحل القيود بسم الله تحل العقد والقيود بسم الله تحل العقد والقيود 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 بسم الله تحل العقد والقيود على الحية حية حية عليها قيود حية مسلمة عليها قيود حية مسلمة عليها قيود حية مسلمة بغسها عليها قيود حية مسلمة حية مسلمة حية مسلمة حية مسلمة حية 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 كانت ساحرة حية 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 كانت يهودية حية 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 كانت نصرانية حية حية كانت حاسدة حية سلمت لله عليها قيود 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 حية عليها قيود حية عليها قيود حية عليها قيود حية عليها قيود بشمال قيود بشمال قيود بشمال قيود حية حية عليها قيود حية حية عليها قيود حية حية بسم الله تحرر ارفع التوحيد لله ارفعيني ونحن معك قاتل لله حيا اسلمين لله بسم الله تحل القيود التي عقدها سبان تاجر رفعتها لله رفعتها لله رفعتها لله قيدها قيلها تبان تاجين
أسلمت الحية طاعة لله، أسلمت الحية لله 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 لله، أسلمت الحية طاعة لله، كانت خاضعة لأسحار، كانت خاضعة لأسحار، لكفر أشرار، أسلمت لله. فالحمد لله رب العالمين، فاسمع يا نبي المولى جل وعلا وارتاحي، واقضي بنفس أن معك بإذن الله تعالى. بعدما أسلم كثير من الحياة طاعة لله تعالى بدرجة سهولة التي تابعناها جميعا مباشرة، جاء من يخطب الإبن بإذن الله تعالى، صح ولا؟ وهذه نعمة من الله، بل وتأتي إن شاء الله الشفاء والدواء ورفع الداء بإذن الله، والبركة في البيت على الأبناء والبنات وعلى الأم بإذن الله جل وعلا، لأن البيت ملخم بالأسحار والأبدان بالشياطين والشياطين وبالحسد وبالحسد، ويطوفون هنا وهناك حتى على الأبناء والذرية، يخترن بالأم على طلبة كبدها على أبنائها وبناتها، صح لا؟ حتى تعذب في نفسها وفي غيرها، حتى لا تستعد أبدا، تبقى في الحزن الدائم والآلام الدائمة. فاسمعوا جميعا، جزاكم الله تعالى خيرا، ووفقكم الله تعالى كل بر وتقوى، وأصلح الله حالكم سرا وعلانية، واعلموا أن معكم بإذن الله جل وعلا بالقرآن والسنة، وأسأل الله الحي القيوم أن يجعلنا وإياكم مباركين ملهمين ومسلمين متقين أينما كنا، فإليك أيكم الحية، حتى يعلم كل من يتفقه في هذا البلد أن الجن يحتاجون إلى نوع من المساعدة من فضل تعالى، لقد عقدها أحمد وأقوى منها الثعبان، وعقدها في الشمال، فلو ما تحركنا بفك العقد والوعظ ما كانت تتحرك أصلا، ويظن ظن أنها تمرد أو تغيرت أو، لكن مع أن نعلم أن هناك من أسلم لله تعالى فضل الله جل وعلا قبلها، ولن أقرب من الله تعالى قبلها، لكن تعلم أن هناك من يعقد بالعقد العظيمة والقوية في اليمين وفي الشمال، ويكون هذه قتلة الأخرى، ما دام الجن يسلم له ويعقد، فاعلموا أن من فوقه أقوى منه ويكون ثعبان، ولهذا ما حركناها بالثعبان، وأسقطنا الدعوات والدعاء عليه، تحركت هي بفرطة بين يديه، فرفع التوحيد عاليا طاعة الله جل وعلا، ويعلم الآن أن في البدن ثعبان مبين عظيم، والسلاح بضاربه. كانت تذهب هنا وتقول ما عندك شيء، ما عندك شيء، ما عندك شيء، والإشكال أنها كانت سنوات تقول ما عندك شيء، واستمرت على الأحزان والمعاناة سنوات، لأنها ظنت كما قيل أن ما عندها شيء، صح أم لا؟ أي نعم، ظنت أن ما عندها شيء، بل هي أحيانا تقوم الليل تدخل البقرة فتسمع من يدخل الباب ويهددها ويقال لها عند المعالج ما عندك بأس، ما عندك شيء، أخرجوها من ظنوا أنه يخرج من وهم المرض، فأدخلوا في وهم العلاج، وهذا يريح الجن والأنس والشياطين، فالله المستعان. إذن إن كان القرآن في الجزء الأولى قد تحركت وخرجت واحتفل جنة سميع ما سميع وخرجنا خرج وقل ما عندها شيء، والآن أقرأ ما تحرك وخلاص شفت، لكن حينما تحدث المعقول الآن كل حال لها ما يناسبها فقهوها، الحالة المعالجة هنا ليس التي في الصباح ليس في المساء ليس في البارحة وقبل البارحة، لا، لكل ما كل رقم مقدمة وبفضل الله وما يناسبها من سهل بتوفيق الله عز وجل. فهنا الآن نحرك الآن بإذن الله مع شيخ كوبا وبإذن الله تعالى بإذن الله تعالى، ونحرك إن شاء الله عز وجل الثعبان بسم الله. الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا إنسان وجنة، ويفك العقد على المعقودين والمربوطين والمحبوسين والمسحورين. الله جل وعلا يفقهنا ويعلمنا ويزدعينا ونورا هذه الأم المسكينة التي الإصابة فيها أكثر من 30 سنة أو قربت 40 عام، صح؟ لحية عدمتها كثير، صح؟ عدمتها أي نعم عدمتها، مش بحك كانوا معاك تعذبوا أنتم كلكم، صح؟ هذه الأم تعذب مسكينة، تعذب في نفسها في خفاء بصمت، تعذب في صمت، تعذب، اقرأ القرآن، صلي، قم بالنوافل بالأذكار، ما عندك شيء، تبعد المعالجين ما عندها شيء، لكن تعذب في صمت، صح؟ في صمت، في خفاء، حياة مثالي وثعابين، في خفاء، تعذبها، توسوس لها، الآلام بالعظام،
المشاكل أعياد لا أعياد، الأبناء والبنات صح، التعطيع للجميع، وش نشيء أي يظهر على البدن، هذا التعبير في صمت سر صح. فبسم الله الله أكبر الله أكبر من كل ثعبان تملكها في جمال الصبا، الله أكبر من كل ثعبان تملكها في جمال الشباب والصبا، الله أكبر من كل ثعبان تملك جمالها فبان مرق تملك جمالها بحسد عظيم ثبات تسمع ثبات تسمع أسكت الحياة تسمع حبست الحياة تسمع عقدت الحياة تسمع ثبات كالرأس بالتاج ثبات we
باش نقول لك مجرم، انا باش نقول لك مجرم لعلك تتوب الى الله جل وعلا، لعلك تتوب الى الله سبحانه وتعالى. اي واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين آمنا برب العالمين
العالمين رب موسى هارون. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويمكرون باستعانتي بالله وحده والتوكل على الله وحده بفضله سبحانه جل في علاه. وما هذا الا خير من الله انزلاه ووفق اليه ودل عليه وارشد اليه. فالحمد لله رب العالمين. فاذا كنت لست من المتنطعين او كنت لست من المتعالمين وكنت بفضل تعالى على الدرايه وعلى الرزق فاظهر جل الله خيرا من قوم كغفاخ. قومهم غفاخ كغفاخ لا يقدمون خيرا ولا ينفعون. فخير الكلام ما قل ودل. إما أن نعملهم بلوك ونهنيهم وإما إذا نسيناهم فليموتوا كما يكفيهم بفضل تلك الدعوات تلك الردة تأتيهم بفضل الله تعالى بما هو أنفع منهم بفضل الله جل وعلا. فقولي كتوب. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فبل علموا وعلم السحرة أنهم خالوا وخسروا صح؟ عذبت سنين وعذبوها سنين. عذبت سنين عذبوا سنين عذبوها سنين عذبوها سنين سنين تعذب ليس وحدها بل تعذب هي ويعذب أفراد بيتها وأسرتها سبحان الله. والإصابة موجودة ما الإصابة كانت موجودة لكن سبحان الله لكل إصابة ما سر يخرجها بفضل الله تعالى. فالثعبان موجود جلاه الله لها بفضل الله سبحانه وتعالى كان كل الحياة. وهذه أمور دلنا عليها قبل سنوات وعقود نتحدث عنها ونتكلم عنها. فلو توصل لما توصل من ذهبت إليهم ما كانت تكون هنا أصلا أو ما كانت العلم تبقى كل هذه السنوات. فكونوا على الخير أعوالا يرحمكم الله. كنوا على خير أعوان يرحمكم الله. صلى الله تعالى وسلم يفقهنا ويعلمنا آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
المؤمنين. شعبان أعلنها لله تعالى بالاستقامة وعهد ربك ألا تظلمها ولا تؤذيها، وكن ملكا في الحق والخير، كن ملكا في الحق والخير بإذن المولى جل وعلا. والحمد لله الهادي لمن يشاء إلى صراط مستقيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. يا الله يا الله. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا إن ربك من بعدها
سكت عن موسى ومضى أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكثرها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون أسمعت يا ثعبان أسمعت إنها قول الحق أسمعت يا حياة إنه قول الحق اسمعوا جميعا اسمعوا ماذا قال ربي وربكم سبحانه جل في علاه كلام كلامه سبحانه فلا إله إلا هو وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين يا الله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين
لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. 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 فإذا هي ثعبان ثعبان مبين. فإذا هي ثعبان مبين. فإذا هي ثعبان مبين. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. إلى كل من أسلم لله جل وعلا وأسلمت لله وأصل السعي طاعة لله وأقلوا كل عقدة وكل مسلم وكل سحر ابتغاء وجه الله وأصل السماء الإسلام والإيمان ابتغاء وجه الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله الذي هدى جمل طيب أنفاس الإنس والجن. الحمد لله فواصل السعي والثبات على الطاعة والتوحيد إلى كل حيث ثعبان. عاهد الله جل وعلا لا تبقى كبير حصولك فطن صحراء أن تكون بإذن الله تعالى في سلم وسلام وعافية ومعافى دائما بإذن الله في غضب المنام وفي النفس وفي الأبناء والذرية طاعة لله جل وعلا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله أشد العقاب. ونواصل السعي بإذن المولى جل وعلا ونسأل الله تعالى المزيد من الخير والتوفيق والسداد. وما خلقتم جن وإنس إلا ليعبدون. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.